غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو الو، سلام ونعمة. سلام. ابونا بولس حليم. همدعو حضرتك دلوقتي. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. شكرا. الو سلام ونعمة. سلام. ابونا بولس. ايوه فندم. رب يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك ابو مريم. الو، قفل التليفون مباشرة. القمص بولس حليم، سكرتير البابا توادرس. القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسكرتير البابا توادرس، أول ما سمع قفل التليفون مباشرة. مبسوط يا أبو عيسى؟ طيب. المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية. مش هيرد. Take my word، مش هيرد. ما هيرد. انتهت خلاص. انتهت. طب يا اخو اقرا. معنا لواء مباشرة الان القمص بولس حليم بخيت. انا المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية وسكرتير البابا تادروس. القمص اتصلنا عليه قبل كده كذا اتصال. اول ما سمع عارف مين ابو مريم قفل التليفون مباشرة. تاريخ الصيامة 3/6/2001. وهو المتحدث الرسمي للكنيسة العبطية الأرثوذكسية. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله. الله أكبر، تكبير، كل قلب مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.